مهرجان وجده الوطني لفيلم الهوات في دورته الرابعه، نعتبره بالنسبه لنا في وزاره الثقافه والاتصال من المهرجانات التي تندرج في اطار الحركيه الثقافيه التي تعرفها مدينه وجده من ناحيه، وايضا هو نوع من الصحوه الثقافية لدى الشباب للاهتمام بالمجال السينمائي بطبيعة الحال، وفرصة للقاء والحوار حول السينما والثقافة السينمائية عموما، والتي أصبحنا بطبيعة الحال نفتقدها لسنين في الكثير من المدن المغربية في الوقت الذي بدأنا نفتقد جمعيات السيني كلوب، نوادي السينمائية واللقاءات الحوارية التي كانت حول السينما الوطنية والعربية والدولية. فلذلك هذا المهرجان بالنسبة لنا هو مبادرة محمودة يجب أن تستمر، ويجب العمل على تطويرها لكي ترقى بالثقافة السينمائية وبالجمهور مدينة وجدة المتعطش إلى السينما. مهرجان وجدة الوطني في الهوات في دورته الرابعة منعقدة بالمسرح محمود السادس ما بين 96 جنبير. المهرجان له هدف هو تشجيع الشباب الهاوي في صناعة السينما السينمائية، هذا هو الهدف الأكبر للمهرجان. كذلك كنشجعوا الشباب في الورشة التكوينية والندوات وأيضا الماستر كلاس مع وجوه سينمائية معروفة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.